مرحب بكم مرة تانية، أهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الأعزاء. وكلامنا دلوقتي هيكون عن مجموعة من التحديات. مشكلة المياه في حد ذاتها هي أكبر تحدي بنواجهه دلوقتي، لأن زي ما قلنا إن كنا بنعاصر إن نقص أو ندرة الموارد المتعلقة بالطاقة بالغاز، ولكن الحمد لله لدينا في هذا الموال لدينا في ارتكازات قوية قوي. ويمكن خلاص احنا قربنا في 2018 ان احنا نعلن مصر خلاص مكتفية ذاتيا من هذا القدر الكبير من الغاز، لكن يظل لدينا تحدي مهم جدا وهو تحدي الماء. والفترة المقبلة هي فترة شح مائي مش بس على مصر، ولكن على قطاعات عريضة من الكرة الأرضية كمان مشاهدينا الكرام. فالأمر في غاية الخطورة، والتعامل لابد أن يكون في منتهى الدقة في منتهى الحساسية ويؤخذ بجدية. الطرف اللي بيدي المعلومة وبيهدينا هذه المعلومة هو جاد، ولكن إحنا كأطراف مستقبلين ومنفذين ليس لدينا هذا القدر من الجدية. هنعمل ده إزاي؟ ضيفنا الكريم هو هيقول يا جماعة احنا ممكن نوصل لهذا الهدف، وهو ان احنا نوعيكم وتنفذوا ايضا كمان او تبقوا جزء فاعل من هذه الخطه ازاي. ضيفنا هو المهندس ياسر قطب، رئيس الاداره المركزيه للتوجيه المائي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. مبدئيا باشمهندس ياسر، كلمه التوجيه المائي يمكن طبعا ناس كتير مش مدركينها، فما معنى هذا القطاع او هذا التوجه؟ ما معنى يا فندم؟ الإدارة المركزية للتوجيه المائي هي إدارة مركزية يتبعها 7 إدارات عامة، 3 في الوجه البحري و4 في الوجه الإبلي، وإدارات فرعية في جميع المحافظات. هي تأتي ضمن قطاع تطوير الري التابع لمصلحة الري. هي نشأت سنة 99. في هذه الفترة كان وزارة الموارد المائية والري بتستشرف ما نحن فيه الآن من تحديات. فكان الرؤية إن زي ما العالم المتقدم كله ماشي في موضوع المشاركة مستخدمي المية في إدارة المية، بدأ التفكير في إن احنا نطبق مبدأ المشاركة في مصر، وده كان في أواخر التسعينيات. بدأ الأمر يتطور طبعا حتى الآن. احنا بدأنا في التسعينيات برابطة واثنين وثلاثة، النهاردة عندنا 2200 رابطة على مستوى الترعة الفرعية، وعندنا حوالي 2600 رابطة على مستوى المسقة، وعندنا حوالي 11 مجلس مية على مستوى هندسة المركز. الحقيقة موضوع المشاركة موضوع مهم جدا، لأن احنا في طرفين للمعادلة، الطرف الحكومي المتمثل في وزارة الموارد المائية والري وكل الأطراف المعنية باستخدام المية زي وزارة الزراعة وزي وزارة البيئة وزي وزارة الصحة وإلى آخره، وطبعا المستخدم. مهما كل طرف عمل لوحده الجهد مش هينفع غير إن احنا نتكامل مع بعض ونتكاتف مع بعض. الوزارة عندنا منوط بيها تنمية الموارد المائية، تنقية المياه، عمل برامج الترشيد، تهيئة المناخ المناسب لمواجهة هذه التحديات. لكن في الآخر هيأتي دور المستخدم، هيعمل إيه؟ هل هو هيرشط؟ هل هو يساعدنا في الترشيد؟ هل هيساعدنا في الحفاظ على نوعية المية من التلوث؟ لأن زي ما حضرتك عارفة المية الملوثة هي مية مفقودة زيها زي المية المفقودة بالظبط، ولو استخدمتها هتنعكس في إيه؟ في أمراض، وده طبعا كلنا بنشوفه في أمراض اللي جاية عن تلوث المية، يعني ناتجة عن تلوث المية. فاحنا الجهه كمان استخدامها بعد كده هيبقى فيها فاتوره كبيره قوي. ان انا انقيها وان انا اخليها طبعًا صالح طبعًا. فالامر له ابعاد مختلفه وكثيره جدا طبعا. نعم. طيب باشمهندس ياسر، لو احنا اتكلمنا عن التحديات اللي احنا بنواجهها في هذا القطاع المائي بتاعنا، لو ابرزنا هذه التحديات علشان يمكن نحط تحتها خطوط حمراء يلتفت لكل من يسمعنا الان لهذه التحديات. تمام. التحديات اللي موجوده طبعا، اول تحدي هو زياده الطلب على المية. زياده الطلب على المية جايه نتيجه ايه؟ نتيجه الزياده الطبيعيه السكانيه. طبعا كل ما بيزيد عدد السكان كل ما الاحتياج للميه، سواء ميه شرب او ميه زراعه، ميه للزراعه اللازمه للزراعه عشان احنا عايزين منتجات غذائيه للعدد المتزايد. نعم. بالاضافه لخطط التنميه، يعني احنا محتاجين خطط تنميه زراعيه بتعتمد طبعا بالاساس على الميه،
تنمية حتى عمرانية بتحتاج مية، تنمية صناعية بتحتاج مية، تنمية في مجال الثروة السمكية، كل ده بيحتاج مية. فطبيعي ان الطلب بيزيد، في حين ان الحصة ثابتة من سنة 59، وهي كلنا نعرفها 55.5 مليار، وبناخد مية جوفية حوالي 2.5 مليار، ومياه أمطار في بعض المناطق زي الساحل الشمالي وغيره حوالي 1.5 مليار. يعني احنا بنتكلم في 59 مليار كل اللي بنقدر نوفره من الموارد المائية في مصر. طبعا احنا السنة اللي فاتت واللي قبلها يعني مستخدمين فوق ال 80 مليار، مستخدمين فعليا فوق ال 80 مليار. طبعا ده نتيجة الإدارة الجيدة للمية ونتيجة إعادة استخدام مياه الصرف. احنا بنعيد استخدام مياه الصرف، وبالتالي بنقدر نوفر الجاب اللي هو ال 20 مليار دول او الحاجة 20 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف. طب هل هو احنا محتاجين 80؟ لا احنا مش محتاجين 80، احنا محتاجين 114 115. بنعوض الفرق ده ازاي؟ بالسلع اللي بتستورد بتاخد في انتاجها، بتحتاج في انتاجها المية. فاحنا بنستورد ما يحتاج في انتاجه 35 او 34 مليار متر مكعب مية، دي في صورة سلع غذائية وسلع مصنعة وملابس وغيره. كل دي حاجات بتحتاج مية في انتاج، احنا ما زلنا طبعا بنستورده. والامر مستمر، فطبعا حصة الفرد بتتناقص، ده اول حاجة. تاني حاجة طبعا في التحديات التلوث. احنا كلنا بنشوف المجاري المائية النهاردة، الناس كلها بترمي القمامة فيها كمخلفات صلبة، ترمي مخلفات سائلة زي صرف صحي على المجاري المائية. طبعا كل انواع الملوثات، حتى ملوثات مخلفات المصانع ومخلفات المستشفيات، ودي امور خطيره جدا. كل ده موجود. فطبعا التلوث ده تحدي من التحديات. نقص الوعي طبعا عند النسبه من المواطنين. صحيح النسبه كبيره بدات توعى، يبقى عندها وعي للقضيه، لكن ما زال الموضوع محتاج جهود من وزاره الري ومن الاعلام ومن جهات مختلفه في كل، ووزاره الزراعه طبعا بالتاكيد. التحدي اللي بعد كده الزراعات الشرهه للميه. احنا عندنا زراعات ارز، عندنا وعندنا زراعات قصب، وعندنا زراعات موز، كل دي من الزراعات الشرهه جدا، وطبعا يعني بتستهلك كميات ميه كبيره جدا لا توازي ما تنتجه من او ما تساهم به في الناتج القومي لمصر يعني. فدي نقطه برضو من النقط التحديات على المجاري المائية، سواء بالبناء، سواء بقاطع الجسور، سواء بتدمير او تكسير المنشآت الري. ده يعني ده برضو من التحديات الموجودة. فطبعا التشريع برضو، احنا ما زلنا قانون الموارد المائية الموحد حاليا هو في الفصل التشريعي بيناقش، لكن ما زال التشريع بالنسبة لنا يعني العقوبة نفسها على سواء بقى سرقة مية أو تعدي على مجاري مائية، ما زال التشريع العقوبة غير رادعة يعني، غير رادعة طبعا يعني. نتعشم طبعا إن هي في القانون الجديد إن شاء الله هتكون العقوبات أكثر قوة يعني. انت هيتم خلاص يعني الانتهاء من هذا القانون والعمل بهذا القانون؟ هو القانون طبعا في بيناقش حاليا في مجلس النواب يعني، ونتعشم انه يخلص، وكان بيناقش في الفصل اللي فات كده يا فندم، لان خلاص قربنا. والله هو كان بيناقش في الفصل التشريعي اللي فات وبيناقش حاليا، ونتمنى يعني ان شاء الله. هو قضيه برضو قضيه كبيره، لان طبعا قضيه بتمس المجتمع كله. فمش من السهل انه يعدي القانون عايز يدرس برضو. وطبعا من حق الأعضاء ولجنة الزراعة والري تناقش كل نقطة. هو قانون كبير كمان، مش يعني عدد مواد كبير، ويحتاج فعلا شغل كبير يعني. بس هو يعني شغالين حاليا في مناقشته يعني. نعم. من ضمن كلام حضرتك باشمهندس ياسر، قلت ان احنا من ضمن الاليات علشان نحافظ على مستوى الميه بتاعنا، لان المقنن بتاعنا اقل من احتياجاتنا بكتير جدا. وقلت حضرتك بممكن نستخدم مياه الصرف الصحي، ولكن هنا يعني وسائل الاعلام تناولتها بشكل خاطئ وبشكل يسيء الى المنتج المصري، المنتج الزراعي المصري. فهنا انا عايز حضرتك توضح لنا
لا انا لما اتكلمت على الصرف بقول الصرف الزراعي ما بقولش الصرف الصراعي صحي، لا الصرف الزراعي لكن برضو احنا بنستخدم صرف صحي طبعًا في انواع معينه ايضا كمان يعني ده طبعا شيء مخالف، ده بالمخالفه وبالنسبه لنا مجرم ولكن حتى لو كانت نباتات زينه او حاجات لا طبعا لو نباتات اخشاب وغابات ده ما فيش مشكله طبعا لو يعني الاطار المسموح به في 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 بعض الاشجار اللي بتزرع عشان انتاج البيوجاز، في بعض يعني هي كل الزراعات الغير غذائية ما فيش مشكلة، لكن المفترض ان المية الصرف الصحي اللي بيعاد استخدامها بتكون معالجة، يعني بتكون تم معالجتها بحيث انها تصلح للخلط مع، احنا كمان ما بنستخدمهاش هي بس، لازم تخلط بمية عذبة يعني لازم يبقى في نسبة خلط معينة لكن هو الأصل اللي أنا بتكلم يعني اللي كنت أقصده بالصرف هو صرف زراعي الصرف في اللي هو نتيجة الزراعة فقط يعني. إلى الزراعي معالجته بتبقى أسهل والتداول بتاعه طبعا وهو أقل تلوثا يعني طيب باشمهندس ياسر، لو جينا اتكلمنا عن الجهود التي تبذل الآن، ما يتم الآن تحضيره ووضعه يعني آلات أو يعني نظم لمجابهة بقى هذه المشكلة الكبيرة؟ هي وزارة الري مش وزارة الري، هي الدولة المصرية وضعت خطة 2037 خطة الموارد المائية، هذه الخطة اشترك في وضعها كل الوزارات المعنية بالمية كلها يعني مش ويا صحيح وزارة الري طبعا كانت الأمانة الفنية او يعني هي المنوط بيها بالدرجة الاولى، لكن كل الوزارات اشتركت، لان طبعا لما اجي اتكلم على المية لابد ان انا اتكلم هنشئ كم محطة صرف صحي، هنشئ كم محطة مية شرب، انا احتياجاتي في مية شرب هتبقى قد ايه سنة 2037، البيئة رأيها ايه، الزراعة هتعمل ايه لحد 2037، فكل وزارة وضعت خطتها وكل وزارة حطت الخطة دي اترجمت طبعا لتمويل، يعني مفترض ان هذه الخطة هتمول بما يعادل 900 مليار، فطبعا ده جزء منها في في في, في تهيئة الترع او شبكة الترع والمصارف اللي هي بتبلغ 33 الف كيلو ترع و17 الف كيلو مصارف، يعني احنا عندنا حوالي 50 الف كيلو مجاري مائية. طبعا بتحتاج تهيئة، بتحتاج كثير من الأعمال عشان تستطيع أنها تؤدي دورها، وكذلك كل وزارة هتقوم بدورها في هذا المجال. طيب الخطة دي لها أربع محاور أساسية عشان ننفذها، وهي أول حاجة التنقية. التنقية طبعا أن احنا زي ما حضرتك قلتي ان المياه زي الصرف الصحي دي لازم تنقى، لازم تعالج يعني بحيث ان المياه نحافظ على نوعيتها وجودتها وغيره. طبعا التنمية اللي هما يعني هي المحاور دي بتسمى بالأربعة ته يعني تنقية وتنمية. التنمية طبعا ان انا بنمي الموارد سواء بقى من تحليه ميه البحر، سواء من اي اسلوب، يعني اي اسلوب اقدر ان انا انمي بيه الموارد بتاعتي، سواء يعني ومن اهمها طبعا تحليه ميه البحر والمياه الجوفيه برضو. يمكن الدلتا النهارده بنستخدم ابار تكميليه كتير في منطقه الدلتا. فالمحور الثالث هو محور الترشيد، وده مهم جدا، وده بقى اللي بيشارك فيه المزارع او المستخدم بدرجه كبيره جدا. ده مش هنقدر نأدي دورنا من غيره، لابد يكون معانا لان هو اللي هيرشد. احنا بس بنوعيه وبنساعده وبنحط له الخطط وبنوري له البدائل، لكن هو في الاخر هو المستخدم. واخر حاجه هي التهيئه ان انا بهيئ المناخ اللي يساعد على تنفيذ هذه الخطه. احد اهم هذه الـ يعني او احد اهم العناصر اللي بتهيئ هذا المناخ هو التشريع، القانون. يعني القانون لما هيصدر ان شاء الله، ده يعني هيدينا فرصة إن أو يهيئ لنا المناخ عشان الخطة تنفذ. وطبعا إحنا بنتعشم إن كل وزارة إن شاء الله هتقوم بدورها. طبعا الإعلام الإعلام عليه دور طبعًا. كبير جدا جدا يعني سواء الإعلام المقروء أو المرئي أو غيره يعني أو حتى يعني وسائل السوشيال ميديا طبعا. طب باشمهندس ياسر، ده الدور اللي أنتوا بتقدموه أو ده مجهودكم، خلينا ننتقل بقى عند الطرف الآخر. وهاخد التي الثالثة من الأربعة وهي الترشيد. ده محتاج تغيير
وممكن انا تتحط ت اضافيه في هذه البنود المتعلقه بمجابهه هذا الخطر، وهو خطر الخطر المائي عندنا. تغيير ثقافه المجتمع المصري، تغيير ثقافه المواطن تجاه اي يعني ثروه موجوده، لكن هو لا يدرك انها ثروه، لانه كل ما بيفتح العنفيه موجوده بتنزل. تمام. الميه بتنزل، ما عندوش مشكله فيها. تمام. انا ازاي اخليه لا يحس يتفاعل معانا، يحس بالخطر؟ ازاي اوصله ده يا فندم؟ تمام. هو طبعا احنا كتوجيه مائي، وفي برضه في الوزاره اعلام مائي، وفي يعني في اكتر من جهه بتشتغل في هذا المجال. احنا طبعا بنضع خططنا سنويا لرفع الوعي المائي لدى المواطنين، بنشرح لهم كل القضايا، بنشرح لهم التحديات اللي موجوده ازاي نتغلب عليها. يعني هو يمكن اللي بعيد عن المجال ما يلاحظش ان في تغيير، لكن احنا الحقيقه بمنتهى الامانه لما نيجي نقارن دلوقتي، لما بدانا مثلا نتكلم مع في موضوع روابط مستخدمي الميه والمشاركه في التسعينيات وحاليا، لا في فرق كبير. المواطن، وانا يعني انا يعني تقريبا بزور كل محافظات الجمهوريه، لا في تغيير كبير. الناس بدأت يبقى عندها وعي بالأمر، بس هي محتاجة اللي يقولها تعمل إيه. يعني هو عارف إن في تحديات، هو عارف إن في تحديات، وعارف إن الموضوع صعب مش سهل، ولكن هو محتاج يقول له، اللي يقول له أعمل إيه، محتاج أقول له بديل لزراعة الشارع. يعني هو ما بيزرع رز أو بيزرع قصب أو بيزرع موز، هو محتاج أقول له بديل يحقق بيه عائد، وفي نفس الوقت يعني حقق بيه عائد زي العائد اللي كان بيحققه من هذه المحاصيل، وفي نفس الوقت ما يستهلكش ميه. فهو الوعي موجود، بس طبعا احنا سنويا بننفذ خطط لرفع الوعي في كل مكان، في القرى وفي المراكز وفي المدن وفي كل مكان، وبرضه مش لوحدنا. يعني احنا بنستهدف، يعني في بروتوكول تعاون بين الوزاره ووزاره التربيه والتعليم عشان المدارس، بنروح المدارس وبنوعي الطلبه والتلاميذ، بنروح في بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره الاوقاف، بندي يعني بنقعد مع الائمه وبنتكلم معاهم، وهم مشكورين كل فتره بيبقى في خطبه عن في يوم الجمعه عن الترشيد، وكذلك الكنيسه المصريه في تعاون معاهم برضو نفس الكلام. يعني بيحصل لقاءات وبيحصل ندوات عندهم، عشان برضو هم في الوعظ بتاعهم يبقى برضو يتكلموا عن اهميه الميه وترشيد استهلاك الميه. وزاره الشباب، بنروح مراكز الشباب، وزاره الزراعه، يعني تقريبا في تعاون مع كل الجهات، وكل واحد يعني انا شايف ان الناس بتحاول، يعني الناس بتحاول، لكن هو المنتفع نفسه النهارده او المزارع نفسه بدا يفكر في وسائل يرشد بيها استخدام الميه، بس ما ينضرش، يعني ما تكونش تكلفه عاليه عليه. ولذلك احنا بدانا نتبنى فكر الري الحديث، الري المطور او الري الحديث. الري الحديث يعني مثال على ذلك الري بالرشه او الري بالتنقيط. يعني هي كانت توجيهات الحقيقه. اخر احصائيه فندم لاستخدام الفلاح لعمليه الري بالغمر بينت ان بدا يبتعد عن هذا الاسلوب ولا لسه في؟ ما نقدرش نقول ان هو بدا يبتعد، بس في جهود دلوقتي. يعني هو يمكن كانت توجيهات مع الوزير في الفتره السابقه انه نبتدي نشتغل على رفع الوعي في هذا المجال. بدانا نتكلم مع الناس، ف وكان يعني دايما هو دايما حتى يقول ايه، يعني لو هتقول له على حاجه لازم يبقى هو مستفيد. انا مش هقول له ان انت بتعمل كده عشان ترشد الميه بس، احنا محتاجين نرشد، لكن هو لازم يبقى فيه عائد من لان دي طبعا يعني هي فيها تكلفه، يعني هو بيدفع تكلفه، لان طبعا احنا مش هنقدر نمول تطبيق الري الحديث في كل الاراضي، فهو لازم ودي داخل ارضه، فهو لازم يستفيد قصاد التكلفه اللي هيدفعها. فبنقول له ايه، ودي حقيقه يعني بعد التجارب وبعد اللي اتعمل، هي اولا الري الحديث بيوفر ارض، لانه بدل ما كان بيبقى فيه مراوي داخل الارض ما بقتش محتاجها، فبقى بيزرع اماكن المراوي دي، فزودت الرقعه بتاعه الارض بتاعته. تاني حاجه قلل استخدام الاسمده يمكن اقل من نص، لانه ايه بقى، ده زي اصبح بتحط الاسمده زي الجلوكوز بالظبط، بيوصل للنبات زي الجلوكوز. نعم. فبكميه قليله، بس هي دي اللي محتاجها النبات لا اكتر ولا اقل.
طبعا ده قلل عليه التكلفه، قلل تكاليف العماله، واصبح عامل واحد يروي مثلا 30 40 فدان بزرار، بيدوس على زرار بيشتغل، وممكن يروح بلبسه عادي ما فيش يعني، وحتى يعني ده صحيا حتى بالنسبه للعامل تاثيره افضل بكتير. قلل كمان الحشايش، كان في طبعا حضرتك تعلمي ان في حشايش بتنمو، ده حشايش ضاره تنمو بين الزراعات، دي قلت لان ملهاش مي، هي المايه رايحه على النبات بالظبط، فاذا ملهاش مايه فبقلل ده، عشان كان بيصرف كتير جدا عشان يقاوم هذه الحشايش كمان. طبعا فدي خلاص يعني ما بقتش موجود، يعني مايه مصروفه مهدره وحشائش بتطلع ضاره بالنبات كمان، فيصرف علشان يشيلها بالظبط. او كل ده راح، كل ده راح، كل ده راح. كمان الانتاج زاد حسب بقى المحاصيل، في محاصيل زادت بنسبه 15%، في محاصيل نزلت زادت بنسبه 30، في محاصيل زادت بنسبه 40، فطبعا دي شيء جميل جدا. الانتاج زاد نتيجه ان الكيماوي بيروح بالظبط بالمقارنه والميه بالظبط وكله بالظبط، ومفيش حشائش. الاهم بقى من ده كله حضرتك، الاهم من ده كله جوده المنتج نفسه، واللي حضرتك اتكلمتي عليه انه في بعض الدول ما يعني بتحجم عن انها تستورد منتجاتنا، لا جوده المنتج نفسه مختلفه. يعني انا في احد المزارعين عاملين تجربه عنب، زارع عنب بالغمر في نفس الارض ونفس الظروف، عنب بالغمر وعنب بالتنقيط، كان بيبيع السنه دي العنب اللي بالغمر الكيلو كان بيتباع ب 8 جنيه، هو بيبيعه ب 8 جنيه بيبيع ده ب 15، لانه ده اعلى جوده، جوده عاليه جدا. ف يعني ده كمان بيزود له العائد. احنا لما بنتكلم مع الناس بقى دلوقتي بهذه المنهجيه بنجد قبول، يعني يمكن انا كنت في تالا، في المركز تالا في المنوفيه الاسبوع اللي فات، الحقيقه اتكلمنا مع الناس لقيت في تجاوب كبير جدا، يعني الناس محتاجه انها عايزه تعمل فعلا، عايزه تبدا. وفعلا بنعمل احنا ايه بقى، بنعمل زيارات للروابط ديت، بتروح الاماكن اللي منفذين فيها هذا هذه الاعمال سواء رش او تنقيط، وبيتعرفوا بقى، بيسال كمان بقى المزارع اللي زيه، مش بيسال، احنا ممكن نكون احنا بنقول له كلام بنحفزه على حاجه، لكن هو عايز يسال المزارع اللي زيه ويشوف بعينه ويسال. احنا كوزاره في مشروع تجريبي تم في محافظه الفيوم. دي تجربه بقى يا فندم برضو كمان يعني محتاجين نقف عندها يعني. تمام. التجربة دي الحقيقة احنا بحثنا في محافظة الفيوم، وجدنا اتنين من الروابط يعني اتكلمنا معاهم في موضوع ان احنا نعمل رأي حديث عندهم، فلقينا تجاوب كبير قوي الحقيقة. يعني الزمام الكلي كان حوالي 208 فدان، واحنا عملنا بروتوكول تعاون بيننا وبينهم، يعني بين الوزارة الممثلة في قطاع التطوير وبين الرابطة، على اساس ان الوزاره مولت هذا المشروع وهيتم سداده على اقساط سنويه لمده زمنيه معينه يعني. نفذنا حوالي 77 فدان وجاري استكمال الجزء الباقي. الحقيقه النتائج حتى الان نتائج ممتازه. بنقوم بقى زي ما قلت حضرتك، بنقوم بعمل زيارات لهذه المنطقه التجريبيه علشان الناس تطلع فعلا وتسمع من الناس هل التجربه دي مفيده ولا مش مفيده. والحقيقه يعني كل الامور يعني الناس يعني بيكون في مردود ايجابي لهذا الامر يعني. طب الدور اللي بتأديه بقى الروابط يا فندم للترع المختلفة، وأيضا كمان عملية توفير المياه، وهذا الدور اللي أعتقد أنه هو أيضا كمان توافقي ما بين الفلاحين بينهم وبين بعض، عايزة بقى أعرف من حضرتك هو 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 السؤال، إحنا ليه فكرنا في الروابط؟ يعني طبعا أنا يعني سؤال حضرتك طبعا مهم وأنا هجاوب عليه، بس أنا يعني السؤال اللي قبله ليه إحنا فكرنا؟ صحيح. الحقيقة إحنا زي ما بقول لحضرتك كده، احنا عندنا 50,000 كيلو ترع ومصارف. كون ان وزارة الري تستطيع انها تكون متواجدة 24 ساعة على كل نقطة في ال 50,000 كيلو، عملية اعتقد صعبة في ظل برضو ان احنا يعني عملية التوظيف دلوقتي عملية صعبة، ويعني فاذا العملية محتاجين حد يكون عين لينا، محتاجين شريك لينا يكون متواجد في المنطقة، ويكون كمان حاسس بملكيته لهذه المنفعه. يعني احنا اللي بنحاول نوصله ان الترعه دي هي ملكيتك، هي ملكك انت المستفيد بيها. ف
احنا احتياجنا ل ل ل ل لحد يقوم بدور معانا في هذا الامر هو اللي خلى ان احنا نبدا في مبدا تطبيق مبدا المشاركه، بالاضافه لوجوده في كل العالم، يعني في كل العالم المتقدم يعني. فطبيعي انه 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 وناجح، يعني احنا شفناه وناجح، فطبيعي ان احنا نبدا طالما ان تجربه ناجحه في جهه ما، ليه ما نطبقهاش. فالحقيقه ان هم بيساعدونا طبعا في موضوع، مثلا اول حاجه في موضوع التطهيرات، كان دايما الشكوى ان في مثلا ردم او في قمامه في المجاري المائيه، او في حشائش، يعني في حشائش او ورد نيل او غيره، فبتسد الايه المجرى المائي او بتستهلك ميه المجرى المائي زي ورد النيل. فدايما بنطلع حفارات، عشان طبعا حضرتك تعلمي ان المقاومه اللي هي بالكيماويات ممنوعه. فاحنا بنستخدم المقاومه الميكانيكيه اللي هي بالحفارات. الحفار كان دايما يبقى فيه شكوى، الحفار ساب حته، الحفار ساب جزء، وهيصبح الجزء ده موبوء، هيبوظ او هينقل العدوى لكل المجرى. النهارده احنا بنخطر الرابطه، مدير الهندسه بيخطر الرابطه قبليها باسبوع ان الحفار هيكون عندك بعد اسبوع. بيكون جهاز الري موجود، وبتكون الرابطه موجوده ماشيه مع الحفار من اول ما بيبتدي تقرا لحد ما يخلص. اي مشكله بتحصل بيبلغ على طول مهندس المركز، وبيبلغ معاه تليفونات الناس كلها بيبلغ. فدي ده 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 جزء بيضمن جوده الاعمال، وبيضمن بيخش معانا كمان في وضع الاولويات. احنا طبعا موازنه لا يمكن تغطي كل الطلبات، فلازم يبقى في اولويات. هو بيدخل مع جهاز الري في وضع الاولويات. ثانيا او ثالثا، حضرتك تعلمي الخمسه فدان اللي كانوا مثلا من 30 سنه مملوكين لواحد، النهارده مملوكين ل 20 او مملوكين ل 30، لانهم قالوا بالارث، قالت الملكيه لاعداد مضاعفه. هل جهاز الري هيستطيع ان هو يتعامل مع هذا الكم؟ يعني الترعه مثلا اللي كان عليها 10,000 فدان، كان ممكن تلاقي مثلا من زمان قوي، زمان قوي بقى، كان مثلا ممكن يبقى مثلا اشخاص عشرات، بعد كده بقوا مئات، النهارده الاف، كل واحد فيهم له طلب. ازاي هيقدر يقابل مهندس مركز واحد مثلا؟ ازاي هيقدر يقابلهم كلهم؟ ازاي هيقدر يحل لهم مشاكلهم كلهم؟ اصبح احنا في حاجه لكيان يجمع كل هؤلاء، في وبحس ان انا بتعامل مع مجلس اداره. المجلس اداره هو اللي بيجمع منهم، هو اللي بيقول طلباتهم، هو اللي عارف اولوياتهم، بيجي يقعد مع جهاز الري، بنستطيع ان احنا نوصل لحل لكل المشاكل بتاعتهم. الحاجه الثالثه او الرابعه، دورهم في رفع الوعي. مهما احنا اتكلمنا ورحنا، لا هنقدر ان احنا نغطي 104 مليون، ولا في نفس الوقت كلامنا هيكون زي كلام المزارع اللي زيه، زميله، صاحبه، اخوه، ابن عمه. فلذلك احنا بنقول لهم ايه الكلام اللي بنقوله لكم ده يا جماعه؟ قولوه في المناسبات، في المناسبات الاجتماعيه، قولوه في اي مكان انتوا قاعدين فيه. هو هي يعني نقل المعلومه هنا سهل، اصعب يعني الاصعب منه انه ننقله لكل مصر، يعني صعب طبعا. يعني احنا بنجتهد وبننفذ خطه، لكن في الاخر هي نسبه، لكن الرابطه دي مسؤوله عن الاف. يستطيع هو ينقل الشخص اللي انا برفع له الوعي، عن الوعي المائي عنده، هو يستطيع انه ينقل المعلومات اللي بياخدها لقطاع اكبر. في حاجه كمان مهمه قوي، فض المنازعات. المنازعات على الميه، يعني في محافظات كتير جدا، وفي الصعيد وحتى في بحري برضو بيبقى في مشاكل على الميه بتصل لدرجات كبيره جدا من الخصومه. النهارده الروابط هي اللي بتؤدي فض هذه المنازعه، دون ان الموضوع يتفاقم ويوصل لجرائم ولا يوصل لحاجه كبيره. لهم دور طبعا برضو في ميه الشرب، يعني ولذلك دايما المراه ممثله عندنا في الرابطه، في بتكون هي مسؤوله. في بعض السيدات مزارعات وداخلين في الروابط على ان هم مزارعات، بس بالضروره المسؤوله عن ميه الشرب هي السيده. ليه؟ لان احنا هي بيطلب منها ان هي
تمر على المنازل وتوعي السيدات. طبعا لو اخترنا رجل في هذه الوظيفة مش هيقدر يخش البيوت، فإحنا دايما سيدة، فهي بتخش بيوت القرية كلها وتوعي السيدات وتوعي الأطفال على إزاي تترشد في استخدام مية الشرب، لأن برضو على فكرة المهدور في مياه الشرب شديد شديد جدا جدا، يعني بحسبة بسيطة جدا إحنا يعني من 6 ل 7 مليار كانوا على عددنا الحالي يكفونا. احنا بننتج ما يصل الى 11 مليار متر مكعب. ففي عندنا ما لا يقل عن 4 مليار يعني استهلاك زياده او اهدار او حاجات كتير حضرتك طبعا كلنا طبعاً بنشوفها يعني عارفين. كلنا بنشوفها طبعا. فطبعا يعني كل ده دور بتؤديه الروابط. حضرتك ما ذكرتش دور بس متعلق بملف الميه، متعلق بالزراعه، حضرتك كمان تطرقت الادوار الاجتماعيه ايضا كمان طبعًا مهمه طبعًا جدا. طبعا نسيت اقول لحضرتك هي روابط صحيح نسيت اقول لحضرتك كمان ان هم بيوعوا الناس بطرق الزراعه اللي توفر ميه، زي مثلا بعض طرق زراعه الرز مثلا. في بعض الطرق لزراعه الرز ما بتستهلكش نفس القدر زي الرز قصير الاجل يعني او غيره. طريقه للزراعه يا فندم ولكن بنفس التقاوي. لا وفي بقى استخدام التقاوي اللي هي استهلاكها اقل، زي مثلا رز قصير الاجل، ان هو رز مثلا بيقعد 90 يوم بس. فطبعا استهلاكه هيبقى اقل. برضو النهارده بقوا بيوعوا الناس بموضوع الري الحديث. كمان يعني في ناس منهم كتير جدا دلوقتي او روابط كتير دلوقتي بدأت تقوم بقى بعض الاعمال بتساعد بيها الري، زي ايه؟ زي تبطين المسائي. بيبطنوها بالخرسانه عشان تقلل الايه الفواقد. طبعا بيبقى في فواقد كبيره، بيقلل الفواقد بيبطن في لما بيكون في محطات رفع بيشغلوها هم، يعني هم اللي بيتولوا تشغيلها وصيانتها والى اخره. في حاجات كتير قوي يعني الروابط، في روابط تبنت موضوع الري الحديث وعملت طبقت الري الحديث في 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 زمامات في محافظات كلها، يعني في محافظات كتير جدا حتى في الصعيد برضه. نعم اعتقد ان دي ممكن تكون تجارب ناجحه بنقيس عليها هذا النموذج الجديد طبعاً. المتطور لعمليه الري. حضرتك النماذج حضرتك ذكرتها ومن ضمنها ايضا كمان محافظه الفيوم، وحضرتك كنت كمان في تالا تقريبا الاسبوع اللي فات كنت في تالا الاسبوع اللي فات. فاعتقد ان بدات خلاص تبان نماذج جيده طبعاً. جدا في الشهداء برضو في المنوفيه حوالي 200 فدان حاليا مزروعين ري حديث، واعتقد ان هم ان شاء الله يعني قريب جدا. انا هم نفس الساده اعضاء الروابط قالوا لنا يعني الشهداء قريب قوي هتكون كلها ري حديث، كلها ري حديث. وبعدين يعني مش عارفه هل هناك في يعني جزء اخر مثلا زي ما بنتكلم نقول يا جماعه احنا عايزين نفعل قانون تغليظ العقوبات، في جزء له اثابه يعني ان الناس اللي استخدمت هذا النمط من الري الحديث. حضرتك ذكرت كذا قريه في المنوفيه، هل ممكن ان احنا يعني نديهم جزء تحفيزي تشجيعي الناس ده اللي حصل ده حصل ده حصل هو الوزاره قطاع التخطيط في الوزاره، وطبعا احنا اشتغلنا مع القطاع في هذا المجال. كان في مسابقه اعلن عنها في شهر 8 في شهر اغسطس ما بين يعني المزارعين ممثلين في الروابط، اي حد عمل يعني فكره او طبق شيء لترشيد استهلاك الميه. حتى السنه دي اتكلمنا عن الترشيد بس مش حتى التلوث، يعني في تجارب كتير قوي في منع التلوث، لكن احنا اتكلمنا السنه دي في الترشيد على اساس السنه الجايه ان شاء الله نتكلم عن التلوث. فالترشيد السنه دي اتقدم لنا 52 مشارك، صفيناهم ل 42. ال 42 تم جمعهم في مكان واحد لمده يومين، وعرضوا جميعا كل تجاربهم مصوره بالفيديو ويعني موثقه يعني. واحنا كمان بعتنا الناس يعني الناس جهاز التوجيه المائي في المحافظات يتاكد من صحه الكلام ده. وتم تشكيل لجنه الحقيقه لتقييم هذه الاعمال، وكانت اللجنه مكونه من وزاره الري ووزاره الزراعه ومركز بحوث زراعيه ومركز بحوث المائيه. والحقيقه انا شرفت طبعا بوجودي في اللجنه، والحقيقه قيمنا ال 42 وتم اختيار ثلاثه عرضوا
في اسبوع القاهره للمياه اللي هو كان من 14 ل 18 اكتوبر، وعرضوا قدام معالي الوزير وقدام عدد كبير قوي من الخبراء سواء من مصر او من بره مصر. الحقيقه كان العروض لاقت استحسان وتم تكريمهم، تكريم اربعه يعني، هم ثلاثه اللي عرضوا لكن كان في رابع. الاربعه تم تكريمهم من معالي الوزير، والحقيقه كان موضوع يعني لقى صدى طيب جدا يعني. اخر حاجه يعني عايزه بس اعرفها من حضرتك، واحنا ممكن نستفيد من هذه الروابط في مواجهه مثلا اخطار مختلفه زي سيول، وحضرتك عارف ان دلوقتي جاري الاستعداد ايضا كمان لهذا الموسم. ده برضو جزء ممكن نستفيد منه. ده سؤال مهم جدا، لانه الحقيقه هو السيول طبعا احنا الموسم يعني احنا بنمر بالموسم ده. الحقيقه الوزاره بتقوم بجهود في هذا المجال. اول حاجه طبعا ان احنا المناطق اللي فيها خطوره من السيول او فيها تهديد من السيول بيتم طبعا تهيئه المجاري المائيه اللي موجوده في المكان ده عشان تتحمل المياه الزائده اللي هتيجي. طبعا بيتم تطهير مخرات السيول اللي هي بتجمع ميه السيول من الاماكن المرتفعه وبتوصلها للمجاري المائيه بسلام. طبعا احنا عندنا كمان في قطاع التخطيط مركز التنبؤ، مركز التنبؤ بيدينا يوميا ايه الاماكن اللي ممكن يحصل فيها امطار، وبالتالي بيبتدي جهاز الري في هذه المناطق يخفض من مناسيب الميه عشان حاجتين. اول حاجه ان انا بوفر الميه دي استخدمها بعد كده في فتره اقصى احتياجات ولا حاجه. الحاجه الثانيه اني امنع حدوث اي غرق او اي قطع لجسر او غيره. دور الرابطه ايه بقى؟ دور الرابطه انها يعني الناس طبعا لما بتلاقي في تخفيض في الميه بتقلق وبتضجر. دور الرابطه انهم بيفهموا وبيوعوا الناس التخفيض ده مش مقصود بيه غير حمايه المنطقه. احنا يعني لابد ان احنا يعني حتى الاصل الشرعي في الامر انه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فاحنا النهارده لازم ندرء المفسد، فمش عايزين اي حاجه حصلت في السابق تحصل دلوقتي. فهم بيقوموا بالدور ده، بيوعوا الناس. والحقيقه انا شايف ان الوعي بتاع الناس فعلا بيرتفع يعني، بس طبعا الموضوع محتاج مجهود اكتر من كل المعنيين يعني، واخص طبعا الاعلام يعني. تاني اقول الاعلام ودوركم مهم جدا. باشمهندس ياسر والله بنشتغل بكل ما لدينا من طاقات، انا عارف طبعا نكاد نكون بايدينا واسناننا. لا انا مش بتكلم طبعا على قناه هنا، القناه هنا طبعا ده شغلنا الشاغل طبعا طبعا، لكن انا بتكلم عموما على الاعلام بصفه عامه يعني، حتى في الدراما في الاعمال طبعًا الفنيه طبعًا. لازم ما هو ده اللي دايما انا بقوله، ان احنا بلاش النصح المباشر، بلاش الرسائل المباشره. لا انا اعمل دراما ادخل في وسطها، لان ده مؤثر بقى فعلا. ده حقيقي يعني. رائعه فعلا حقيقي. صحيح، وتستحق الجوائز اللي ممكن تاخدها بعد كده. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. باشمهندس ياسر قطب رئيس الاداره المركزيه للتوجيه المائي، شكرا جزيلا. شكرا. وشكرا ايضا كمان لهذه الاداره المركزيه على هذا المجهود الطيب والرائع، وايضا كمان اللي بدانا نشوف بالفعل يعني، بدانا نشوف فلاحين عندهم توعيه، عندهم هذا النمط الثقافي. نتمنى تغيير ثقافتنا يبقى لنا كلنا كمواطنين، مش بس مزارعين ولا فلاحين. وإذا حضرتك ما قلت بتعتمدوا على المرأة، وهذا أيضا جزء كبير. أنا أثني على حضراتكم وعلى هذه الرؤية اللي أنتوا أيضا كمان ركزتوا عليها. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. ومشاهدي الكرام بقول لكم انتظرونا فاصل قصير إن شاء الله، وهنتكلم عن العادات الغذائية الخاطئة. والله الموضوع مهم جدا، ويمكن نحل أزمات كبيرة قوي عندنا صحية، ويمكن إحنا مش واخدين بالنا منها. انتظرونا فاصل قصير وراجعين لحضراتكم.